وحول هذا الموضوع تنضم إلينا من أمام الكنيسة مراسلتنا رماح مفيد. أهلا بك رماح، ما هي آخر مستجدات استطلاعات الرأي الأخيرة؟ نعم مريم، كما أشرنا في التقرير استطلاعات الرأي في حقيقة الأمر تشير إلى أن بنيامين نتنياهو وحزب الليكود يقوي أو يصعد من قوته ويحصل على مقعدين إضافيين في هذه الاستطلاعات، ولكن في المقابل حزب يش عتيد كما ذكرتم في التقرير تنخفض نسبة أو قوته ولا يتجاوز 20 مقعدا، علما أن يائير لابيد يتهم من قبل نتنياهو، وأيضا يرى كثير من المحللين السياسيين بأنه يروج لنفسه على الأقل داخل الأحزاب في معسكر اللا لنتنياهو، أنه من سيقود هذا المعسكر على أنه أكبر الأحزاب. وفي المقابل حزب يمينة وحزب يمينة والحزب الآخر وهو حزب تكفا حدشا، والذي يعني علقت عليه الكثير من الآمال، تنخفض قوتهما في استطلاعات الرأي لمقعدين، أي لا يتجاوز 11 مقعدا، في أحدهما يحصل الحزبين على 9 مقاعد، وهذا يعني يشكل أو يعكس خيبة أمل من حزب تكفى حدشا جدعون ساعر، الذي في أيامه الأولى عندما أطلق الحزب وانشق عن حزب الليكود توقع له أن يكون هو الحزب الثاني في الكنيسة المقبلة عندما توقع له 21 مقعدا، ولكن هذا الحزب بقيادته وحملته الانتخابية يخيب الأمال، ويقال بأنها مملة انتخابيا وسياسيا، وبأن جدعون ساعر لن يكون هو من يقود معسكر اللا نتنياهو. في المقابل أيضا مريم، الأحزاب الصغيرة التي كانت تتمرجح وتتأرجح حول اجتياز نسبة الحسم تتوقع لها استطلاعات الرأي بأن تتجاوز هذه النسبة، والجديد هنا أن حزب ميريت صرح مؤخرا رئيس حزبه نيتسان هوروفيتش بأن الحزب حقيقة يمر بأزمة، وربما أنه لن يتجاوز نسبة الحسم، لذا هو يقول ربما نسقط من هذه الكنيسة على مستوى عشرات الأصوات أو مئات، لذا هو يطالب جمهور المصوتين لحزب ميريت وهو الحزب الأخير في اليسار بأن يصوتوا له على أن يكون هذا الحزب هو الذي يدعم معسكر اللا نتنياهو، وأشار إلى أنه لا مشكلة لديه سابقا في أن يجلس مع يائير لابيد وأن يتنازلوا عن بعض الضوابط السياسية التي تخصهم في هدف إزاحة نتنياهو عن سدة الحكم. إذا في هذه الصورة مريم لا نزال مجددا أمام الصورة ذاتها ب60 مقعدا معسكر اللا نتنياهو و60 مقعدا لمعسكر نتنياهو. على ما يبدو رماح، من سيحسم هذه المعركة هي الأحزاب الصغيرة وعبورها لنسبة الحسم. إلى أي مدى يمكن أن تحدد الأحزاب الصغيرة؟ وبدأت بالحديث عن ذلك بميريت، قد تحدد وجه الحكومة المقبلة؟ نعم، في الحقيقة الأمر المهم هنا مريم أن في اليومين الأخيرين أشار بنيامين نتنياهو إلى أن هناك من سوف ينسحب من هذه الأحزاب الصغيرة التي سوف تجتاز نسبة الحسم، سوف ينسحب من حزبه وينضم لبنيامين نتنياهو، وبذلك يحقق نتنياهو طبعا هدفه وهو 61 مقعدا، وفي نهاية المطاف هو من سيقود وسيرأس الحكومة المقبلة، وبذلك طبعا هذا يخلق أزمة داخل هذه الأحزاب التي سوف تبدأ طبعا في الشك من بين أعضائها، سوف ينسحب ويترك حزبه بعد أن يكون قد خاض الحملة الانتخابية معه لصالح بنيامين نتنياهو. مجددا بنيامين نتنياهو يثبت أنه قادر على خلق القلاقل داخل الأحزاب الأخرى والتسبب في انشقاقها، كما حدث على الأقل في المجتمع العربي وفي القائمة المشتركة والموحدة، والتي تلقى الكثير من النقد والكثير من طبعا السخط في داخل المجتمع العربي. هل يمكن أن نخمن رماح من قد ينشق عن أحزاب وينضم لنتنياهو؟ تخمين، مجرد تخمين.
دعينا نقول شيئا مريم، في الحقيقة أن بنيامين نتنياهو هو من فتح الكنيسة على مصراعيها لبتسلال سموتريتش وبن غفير، وهما بخلفيتهما السياسية العنصرية، وبأن هناك خلاف داخلي بسيط وربما قد يكون أحد هذه الأحزاب. ولكن في المقابل هناك من يعني نتنياهو دائما يفاجئنا في نهاية المطاف بأنه على اتصال في بعض أعضاء الأحزاب الأخرى ولا يوفر هذه الوسيلة. هو طبعا يقدم كل الوسائل كل الإمكانيات الممكنة له كرئيس حكومة وكقائد معسكر اليمين بهدف نقل هذا العضو وسحبه من مقعده، ولكن طبعا مع هذا التوقع الذي قلته، ولكن ربما قد يكون من أحزاب أخرى. نعم لا نعرف، ولكننا سنعرف بالأيام المقبلة، وستضعين أيضا في الصورة في التغطيات القادمة. شكرا لك رماح مفيد على هذه المعلومات وعلى هذه المداخلة.